السلام عليكم، معكم سالف مع غون توريزم. الى كنت جديد فمرحبا بك وسط عائله ديال ام جي تي والناس قدام الناس العزاز. سمحوني على التعطيله ولكن كنغبروا ودائما كنجيو وكاين الجديد، واليوم مع الشركه ديال جيلي. اليوم مع طوموبيل جيلي جيومتري سي. عرفت حنا ثلاث سميات ماشي جوج سميات، واش سي غير فينيسيون؟ لا، باش ندويو في الاول على شركه جيلي ومن بعد ندويو على جيومتري. عقلتوا على الطاكسيات ديال لندن ديال 2006 دوك اللي عندهم العينين مدورين بحال ديال مستر بين؟ هذيك الشركه كانت مع شركه جيلي. وعقلتوا 2018 ملي قلت لكم هذيك السائلات ما عجبتنيش بزاف، ديزاين ديالها كيشبه الشينوا وداك الشيء، وقلت لكم واحد الشركه صينيه ولات هي اكبر اكسيونير عند دايملر، هذيك الشركه كانت هي جيلي. دونك جيلي واحد الشركه اللي كبيره بزاف، عندها فولفو، سمارت، بولستار، وعندها بزاف الشركات، وقررت دير واحد الشركه خاصه بها اللي عندها تقريبا نفس اللوغو، سماتها جيومتري. جيومتري هو لو فولي الكتريك ديال جيلي، طوموبيلات الكتريك غتسماو جيومتري سي، جيومتري ام 6. ولكن من بعد قالت نستغل السمعه ديال الشركه ديالي جيلي اللي هي مشهوره ونخليها جيلي جيومتري سي. الطوموبيل اللي معنا اليوم جيومتري سي هي الطوموبيل الكتريك الوحيده من عند جيلي في المغرب، وهي في الفئه ديال اكثر مبيعات والاكثر طلبا من الطوموبيلات الكتريك. علاش؟ رخيصه شويه، الاوتونومي ديالها كتوصل 550 كيلومتر كما غنشوفوا من بعد، وبطبيعه الحال فيها جميع المواصفات اللي ضروريه. طوموبيل تري براتيك. ندوي شويه على الشكل الخارجي. الطوموبيل من برا كيف ما غتشوف حتى من الداخل كتجي سامبل مينيماليست ما قل ودل. دواو كيجي بطبيعه الحال فول ليد، عندك هنايا لوغو الكتريك بزاف اللي هو كيجي على شكل ديال ليد، عندك كاميرا ديال لي بانو ليكشور دو بانو داكشي كاين تما، وهنا كاميرا ديال 360 درجه، عندك الحساسات، كارونغ كيجي هنا غير صغيور باش يبرد داك الموتور الكتريك، ما كاينش شي فيويت كبير اسونس، وكيجي في الوسط هنايا الكابتور ديال لاسيسي. الطوموبيل اللي معنا اليوم هي الفيرسون الثانيه ديال جيومتري سي، اللي هي كتجي واحد ديزاين فيس ليفت شويه عصري اكثر. الناس اللي بغاو يقلبوا عليها مزيان في جوجل سو انترنت في لي مارشي الاخرين ديال الشينوا وديال هذا، غادي يكتب جيومتري ام 6، يعني جيلي جيومتري ام 6 اللي هي الفيس ليفت ولا التعديل ديال جيومتري سي. ولكن في المغرب كتدخل بسميه جيومتري سي لانها هي لا باز ديال الطوموبيل الاصليه. من الجنب عندك هنايا لي زوبتيك فيهم امتداد وفيهم واحد اللوغو جيومتري، واللي كيبدا يشعل باللون الزرق ملي كتخشيها في لابورن دو ريشارج باش يبين لك ان الطوموبيل راه كتشارج، يعني الطوموبيل اللي تيطي فيها تري سوفيستيكي. لي ريتروفيزور كيجيو غابطابل الكتريك، ملي كتقرب الطوموبيل الطوموبيل كتحل راسها، كيخرجوا لي بواني اسكاموطابل او اللي كيكونوا خشيين انتيغي بحال مجوره باش كيساعدوا على لايغوديناميك. وحاجه اللي عجبتني بزاف في الطوموبيل الكتريك وما غتلقاهاش في الطوموبيل الكتريك واخا ما عرفتش شحال تخلص، واخا تمشي ما تخلص تيسلا كاع ما عرفتش شحال ديال الفلوس، هما هاد لي جونت الومنيوم 18 بوس، وكيجي لداخل لي تخيه ديال الفخان بلون بيستاش اللي كيعطي واحد اللمسه تري تري الكتريك طوموبيل. وكنت الطوموبيل بحال راكب على شي بورش تايكان ولا شي حاجه بحال هكا. في الفينيسيون بريميوم ولوكس كيجيو هنا لي فار دو توا، كيجي عندك هنا التوا بانوراميك كبير قدر شنو هو ولكن ماشي اوفغون. فينيسيون لوكس كيجي فيها لي فيتخ لور سور لور سور تانتي. كيجيك عندك هنايا البلاصه فين كتخشي البريز دوميستيك ولا البورن ديال الغوشارج الا مشيتي ليها، وكتجي عندك هنا واحد الباكيت ديال الكروم اللي غادا تبدا الطوموبيل كامله من تحت. بالمناسبه شفت غير خويا زوران تفكر بلي الطوموبيل فيها نظام النقطه العمياء اللي كيعاونك باش ملي تبغي تغير المسار ديالك كينبهك صوتيا، ولا كيخلي لك الفولون كيرجع لبلاصتو، وكيعاونك حتى ملي تبغي تحل الباب. ملي كتقف الطوموبيل كتبغي تحل الباب، الا كانت شي طوموبيل جايه موراك كيبقى هذاك الكليون كيرمش بزاف وكيصوني الطوموبيل كيصوني كيقول لك ما تحلش الباب. وما نساوش الاضاءه الخلفيه ديال الطوموبيل اللي كتجيب واحد ديزاين ديناميك يا سلام، كيشعل من الوسط وكيمشي للجناب. في الجناب هنا كيبان لك بحال واحد الجناوح بحال اللي زاير هنايا. بطبيعه الحال عاوتاني لا سيناتور جيومتري، هنايا عندنا لوغو جيلي كيف قلنا باش نبقاو ديما نذكروا ان الطوموبيل راه ديال جيلي. جيومتري في الوسط لانها هي لا باز ديال الطوموبيل، والموديل ديالها سي. الكوفر كيجي بالسعه ديال 340 لتر، صراحه مزيان بالنسبه لهذه الفئه ديال الطوموبيلات الكتريك. تحت من الطبله ديالو كاين واحد الاسباس ديال ستوراج، كيجي فيه الكيد سوكو، كيجي فيه الكاب دو شارج ولا البورن ديالك، كيجي فيه الكيد باش ديباني البنو ديالك. والمنظر العام ديال الطوموبيل من اللور عاوتاني بحال قدام كيجي سامبل، كاين اعداد ركول، وعندك هذا المزيج ما بين اللون ديالها اللي كيجي رائع، وهنايا بلاستيك اللي غير قابل للخدش. جيلي من القدام ديزاين تري مينيماليست، فيها جوج بوطونات، بوطونه باش تحل البواطاغون والبوطونه ديال فو دو تريس. زاد شويه بعيد هنايا كان خصها من الاحسن تجي هنا الوسط سونتخي بحال كاع الطوموبيلات باش ما تبقاش تقلب عليها.
عندك لا كونسونس وتخار كتجيب واحد الطريقه انيقه بزاف كتبان لك هاد الطوموبيل جيلي جيومتري سي كتبان كثر طوموبيل على لي فواتور الكتريك حيت دابا الكتريك كيبانو بحال تليفون. عندك هنا لا كودوار بوليسون، عندك مساحه التخزين هنايا مزيانه، عندك بلاصه شارجون اندكسيون تحط فيها التليفون ديالك، بلاصه ديال الكونتاكت، عندك عشان مساحه التخزين هنايا لتحت. لي دو بوز جاك كيجيو مدرقين بهذا الكاش هذايا اللي كيجي حتى هو بواحد الطريقه اللي زوينه، لا كاليتي حاضره. الفولون كيجي هنايا كوير وكيجي فيه واحد الخياطه واحد الفصاله كتجي زوينه بزاف. عندك لتحت هنايا ميبلا يعني لتحت مسطح، عندك الكولور بلاك بيانو، الكروم هنايا، اللوغو ديال جيومتري هو اللي كيبان واعر بزاف الطوموبيل. المهم كاينه لا كاليتي. عندك هنا عاوتاني واحد لا باغيت ديال الالومنيوم اللي فيها واحد الخطوطه اللي كيعطيو ايحاءات ديال الالكتريك وديال داكشي ديال الفيرتويال. نفس الديزاين اللي كيجي هنايا كيجي حتى في البيبان. عندك هنا واحد لا باغيت باللون ديال الالومنيوم اللي كيشوف فيها عاوتاني الخطوطه فيرتويال كيفكروك بداكشي ديال كارت مير وهكا. وعندك وسط منها باغيت ديال الكروم اللي كيجي فيها الاضاءه ليد دومبيوس اللي كيكون حتى هنايا. عندك بواني كيجيب واحد الطريقه زوينه بزاف وجوده ديالو عاليه، منين كتحلو كيرجع بشويه. وبسمه ديال جيومتري اللي كتعاود بزاف البلايص في الطوموبيل. لوفي ما كيجيش عندك هنايا لا على شكل بوطون غوتاتوار غاديك لاموليت ولا شي لوفي بدا الفولو هاو مبلوكي دوز ديها وتطلق الفولو الطوموبيل ديمارات. لوفي كيجي على طريقه المرسيدس وطريقه الحديد ديال امريكا باش نقول لكم الطوموبيل عندها واحد اللمسه ديال لي فواتور ماشي ديال لي باتري ديال التليفونات. وفي الجهه المقابله كيجي عندك هنا لوفي اللي خاص بالضو بالسويغراس وبكلشي. في الجهه اليمنيه ديال الفولون عندك واحد البوطون هوم اللي زوين بزاف كيعاون بزاف في جيلي وكيعطيك هنايا المعلومات على الطوموبيل باش يدخل سونتر دينيرجي تشوف شحال باقي فيها فلاشارج في الاوتونومي وداكشي كامل. وكيعطيك هنايا المعلومات على لا راديو وعاوتاني لي ريغلاج اللي مهمين في الطوموبيل اللي هما لي مود كوندويت. عندك هنايا الداخل لا لوميير دومبيونس، عندك لا كليم ووسائل التحكم. دابا دوينا على هاد ليكرون كيجيو فيه هنايا واحد الفونكسيوناليتي اللي هما في الاول كيبانوا ما واضحينش ولكن مع المده مع الاستعمال غادي يبان لك انه كيحاول يسهلك ماكسيموم. هنا الهوم اللي فيه قلنا هو البطونه اللي كتجي في الفولون، ليزابليكاسيون اللي كاينين، عندك هنايا الكيو دي لينك اللي هو باش تكونكت التليفون ديالك بالخيط. الطوموبيل كتجيب وظيفه ديال ابل كار بلاي والاندرويد اوتو ولكن ما كيكونش اكتيفي من الدقه الاولى حتى كترجع للوكاله وهما اللي كيعاودوا اكتيفيهم لك وكيلتزموا انهم يديروا معاك لي ميزاجور اشاك فوا. بالمناسبه ما بين لي سيرفيس الواعرين ديال السيرفيس ابري فون ديال جيلي اللي هي واحد المعلومه قالها ليا الطوموبيل شحال كتشارجي راسها، معلومه مهمه بزاف. كتشارجي راسها بحال كاع الطوموبيلات من 0 80% في البورن دو ريشارج ديال جي ستاسيون نص ساعه 35 دقيقه بحال هكاك. في الدار كتشارجي راسها غير في 6 سوايع حاجه اللي مزيانه بزاف ولكن كيلتزموا جيلي باش يانستالو لك ديك البورن دو ريشارج اللي كتكون في الدار اللي غتقص لك 6 سوايع 3 سوايع فقط. يعني الطوموبيل تقدر تشارجيها في الدار بريز دوميستيك 3 ديال السوايع. ومن فوق هادشي عندك التليفون ملتي ميديا سونتر دينيرجي وريغلاج ديال الطوموبيل. ريغلاج ديال الطوموبيل اصلا كتدخل ليه فاسيلمون من هنايا، فيه بزاف ديال المعلومات اون جينيرال مقسمينهم على 4 البلايص اساسيه. هنايا بلاصه ديال لي مود دو كوندويت وداكشي ديال تراكشن كونترول وداكشي كاع اللي بغيتي ديال الطوموبيل ديال الموتور ديال الميكانيك. عندك هنا لابيتاكل الداخل يعني اللي كيجي فيه التحكم بالصوت. بالمناسبه نظام الصوت اللي في توب سون اللي معنا اليوم نظام صوتي ديال بوز 8 سماعات وكيجي فيه سابوفر يعني الطوموبيل كاين زدحه. وفيها المود بوز اللي هو غتشوفوه اللي كيعطيك واحد السيستيم ديميرسيون. هنايا لداخل ديال الطوموبيل عاوتاني كيعطيك الانظمه المساعده كامله لين اسيست فار اوتو لا بي، عندك لا سي سي كاملين نظام التحكم هنايا ليكتور دو بانو كلشي. وعندك البلاصه ديال البلوتوث لا كليم ملي غتدخل ليها عندك هنايا انت دخلتي لا كليم بكل سهوله. يعني ليكرون في الاول غيبان لك معقد ولكن اون فوا غتولف على كل حاجه فين كاينه غتولي تجيب ديك القضيه سهله. ليكرون فيه 12.3 بوس وهنايا ليكرون اللي قدامنا فيها 5 بوس كتبان لكم ما كافيهش ياك. صراحه ما كافيهش في لما المره الاولى ولكن اصلا ما تحتاجوش الا خديتي الفينيسون لوكس اللي هي العامره اللي هو هنا الهيد اب ديسبلاي كيجي قدامك افيشاج تيت اوت. وهاد ليكرون هذا راه بحالو بحال كاع الطوموبيلات الالكتريك كيجي فيهم تقريبا نفس ليكرون، بالعكس كاين اللي ما فيهمش كاع هاد ليكرون بحال بزاف الطوموبيلات الالكتريك كيجي كيجي افيشاج غير الوسط في المعلومات الرئيسيه اللي هي السرعه الفيتيس اللي مدوز. عندك لافيشاج ديال الطوموبيل في لا لين ديالها في المسار باش تبين لك واش مخدمه لا سي سي واش مخدمه لا دو فرانشيسمون دونين ولا لا. كيجيب لك الطوموبيلات اللي حداك اللي تجاوزوا كيبانوا بالليموني. عندك هنا لوتونومي وعندك هنا لا كونسوماسيون ديال المحرك ولا القوه اللي كتستعمل من 150 كيلوات اور حتى ناقص 100 كيلوات اور يعني ملي كتكون الطوموبيل كتشارجا خصوصا في الفريناج. وكتجي فوق هنا في القنت المود دو كوندويت اللي هو ايكو ايكو بلس او سبور. حاجه اللي عجبتني بزاف في هذا ليكرون هو خاص غير دائما كيبقى يبان لك. علاش؟ فوق منه واحد لاكوش مات ما كتخليش بحال هكا بغيون باش فيما ضربت فيه الشمس كيبقى يبان وما عمر الشمس كتنعكس لك على وجهك. بالنسبه لي مود كما قلنا ايكو ايكو بلس او سبور. سبور احنا غادي نشوفوها.
ودابا نجربوا المود سبور. حنا غادي بخمسين ومن اي سرعه كتكسيري الطوموبيل كتلزق. كيف قلنا اليوم مساعده هي قرات الخط. واو 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 هذه بالزوينه الكتريك. اي واحد واخا يكون بترول هيد واخا يكون ما عرفتش شنو كيفضل داك الفيدوز ديال الفيراري اكسيليراسيون ديال فيتاس وحده ماشي ديال لي فيتاس متابعين. رجعنا معكم دابا لي مود مود ايكو اللي هو المود نورمال. علاش الطوموبيل الكتريك 30 درهم بلان كديك مراكش وكتجيبك يعني منطقيا طوموبيل اقتصادي. داكشي علاش المود نورمال سميتو مود ايكو. والمود ايكو بلس او هنايا كيكون اقتصادي اكثر على الباتري. الطوموبيل كاع اللي فيها هو الباتري هو اللي كيطول معك يعني باش تقتصد على الباتري كينقص لك القوه ديال الديريكسيون اسيستي كينقص لك لا فونتيلاسيون كينقص لك هذيك الهيدا ديسبلي راه واطفى مابقاش قدامي بزاف لي زوبسيون اللي نقولوا يقدروا يسرعوا لا كونسوماسيون ديال الباتري. اي اوبسيون الكتريك في الطوموبيل راه كتنقص من الباتري. دونك ايكو بلس كدوز واحد مود باش تكمل ديك الاوتونومي. الاوتونومي اللي مديكلاري 550 كيلومتر. من لور الطوموبيل متسع عندك مساحه كافيه للركابي ومساحه كافيه حتى للراس. الوسط عندك اكودوار سنترال تحت على يديك وكيجيو فيه حتى لي بوز فيغ. عندك مساحه تخزين خلف المقاعد الاماميه. عندك بريز يو اس بي بريز 12 فولت مساحه تخزين صغيره ولا كليم موصله حتى اللور. ولي سيج القداميين كيجيو الكتريك شوفو اي فونتيلي مي افيك ميموار. اهم حاجه في الطوموبيل هي التيست درايف نشوفو الطوموبيل واش طوموبيل نيت ولا غير تليفون. لا كوندوي ديال الطوموبيل ديريكسيون بعد الفولون اول حاجه غادي تاخذ عليها انطباع في الطوموبيل كتبان اكزاكت بزاف وكتجاوب بواحد الطريقه مزيانه. العزل ديال الطوموبيل حتى هو مزيان بزاف يعني كما قلت لكم الطوموبيل خدومه وكتحس بها مخسور على شويه الفلوس اكثر من الطوموبيل الكتريك اللي تيكونوا فئه اقتصاديه. سسبونسيون هاد الفئه ديال الطوموبيل علاش هي كتباع بزاف اللي هي ميني اس يو في كومباكت اس يو في كتباع بزاف لانها كتكون شويه عاليه كتكون مجموعه يعني تقدر دير بها الدوبل وسط المدينه كيما بغيتي تلقى فين تبلاصي وكل شيء وميم طون عاليه على الدودانات على الحفاري على مثلا شي تروطوار ولا شي حاجه اللي كيكون عالي بغيتي بلاصي تقرب مزيان وميم طون كتكون فيها سسبونسيون مريحه يعني سسبونسيون ما كتكونش غيجيد بحال الطوموبيلات سبور اللي تكون ناسقين في الارض كتكون سسبونسيون عندها مجال فين تلعب مثلا في الدودانات وكل شيء كتحس الطوموبيل مزيانه صراحه. نستغلوا دابا الوقت حنا في الزحام كنوقفوا وندويو على الفئه ديال الطوموبيل. الفئه الخاويه اللي هي الكونفورت كيجي فيها كلهم نفس القوه بعدا الكونفورت والبريميوم واللوكس كلهم نفس القوه 204 شوف اللي هي 150 كيلووات اور. وبالنسبه لا كاباسيتي ولا السعه ديال لا باتري هي اللي تختلف. فينيسيون اونتري دغام اللي هي الكونفورت كتجي 55 كيلووات وفي الفينيسيون البريميوم واللوكس كتجي 64 كيلووات او لا بمعنى اخر باللغه اللي كتهمنا حنايا بالارقام طوموبيل كونفورت غضرب معك تقريبا حتى 400 كيلومتر والفئه العاليه كتضرب 550 كيلومتر. وهاد الطوموبيل بالضبط اللي صايقنا اليوم مشات حتى لمراكش ورجعات بلا ما تشارجا ماشي حنا اللي ديناها ولكن في اللونسمون في ليفيمون ديال اللونسمون مشات حتى لمراكش ورجعات بشارج وحده يعني الاوتونومي ديالها 550 تقريبا تقدر تكملها. بطبيعه الحال خصك ديما ما ديرش لاكليم دير مود ايكو ولا ايكو بلس وتكون ريغولاتور ولا كتصوغ غير بشويه باش تكملك هاد الاوتونومي. هادشي ندوي عشاني على اهم حاجه في الطوموبيل ماشي الكتريك الطوموبيل كما كانت اللي هو الموتور ولا يعني لا كوندويت ديالها كما شفتوا 0 100 كيفاش دايره شي حاجه مزيانه بزاف 6 ثواني ونص بالنسبه للطوموبيل نقولوا في اقتصاديه ديال الكتريك ولا فئه متوسطه ديال الكتريك شي حاجه مزيانه بزاف. والحاجه اللي مزيانه بالنسبه لاي واحد من غير التسارع اللي هي ما فيهاش البواطه فيتيس لا سي في تي لا لي رابور حتى حاجه فيها فيتيس واحد كيمشي من 0 حتى 150 كيلومتر في الساعه وهذا كيخلي الطوموبيل تكون مريحه مزيان يعني اكسلراسيون تكون سموث يعني كتكون سلسه اكسلراسيون ديال الطوموبيل تحس بها سلسه بزاف. وكذلك الفريناج الفريناج عاوتاني في الطوموبيل بيسكو فيها موتور الكتريك يعني بحال ذوك الطوموبيلات ديال التيليغيد عرفتهم فاش كنتو كتسوقو فاش كنتو صغار الطوموبيل اللي كتحكم فيها تيليكوموند غير كتلقى كتفاني الراسه هذاك الموتور الكتريك كيعاون الفريناج بزاف يعني بعدا اصلا فيها مود ريكوباسيون ديال الانرجي اللي كتلقى كتفاني الراسه حتى لي فراني ديك تحس الطوموبيل كتفراني مزيان بزاف حتى من طوموبيل بحالها ديزل. علاش الموتور الكتريك حتى هو كيعاون بان قوس بغيت تشوف ريتروفيزور. ومن الحوايج اللي كيفكرك عاوتاني دائما في الجوده في لاكاليتي هو الفريمنس كيبان لك واحد الاطار زجاجي ديال ريتروفيزور كتحس الطوموبيل صراحه ديال الجوده ديالها مزيانه بزاف. عندك هنايا بريز يو اس بي وبريز تيب سي باسولا يشوف كيفاش كتجي كتجيب واحد التوب اللي هو راقي يعني بحال هذا التوب هذا ماشي بحال هذا البلاستيك اللي يكون هنايا ما بانش لي في الاول
مي وات كورتوازي هو عطاني انطباع شويه خايب، ولكن توقعتها من طوموبيل بحال هادو الكتريك. ولكن من الحليل لقيت المفاجاه، لي مي وات كورتوازي كتجي انتغري في الميغوار طريقه الطوموبيل الغاليين مرسيدس وداكشي فهمتي. يعني الطوموبيل كتحسبها مخدومه مخسور عليها، عندك هنايا بلاصه ديال الدراج فيها واحد الثوب حتى هو زوين، عندك هنايا مساحه تخزين كما قلنا هنايا في الجيوب ديال البيبان حتى هو مساحه تخزين كافيه. عندنا هنا لي غادار بالمناسبه، نشوفوا الكاميرا 360 هاي مثلا، عندنا هنايا الكاميرا الخلفيه الفوق غادي القدام، عندنا الكاميرا الاماميه، عندك هنا النظام ديال الخطوطه باش توريك الطوموبيل فين غتمشي مثلا المسار ديالها. كما قلنا هنايا المود 360 درجه اللي كيعطيك تشوف من مختلف الزوايا ديال الطوموبيل. تزين الطوموبيل كيجي شويه ترونسبارون باش يبان لك داك الطابع الميكانيكي ولا باش بالك الكوتي ميكانيكي الطوموبيل. عندك هنا لي في 180 درجه ديال القدام واللور والجناب، وعندك هنايا المود اللي كيدور على الطوموبيل كامله باش تشوف الطوموبيل كامله شنو فيها، اللي هو الافي سوراوند 3D. نرجع للمود 3D وطبيعة الحال غادي نفوتو واحد السرعه معينه غيطفى، واحد الصوت كتسمعوه من قبيله غتكونوا ضروري نوطيشوه وقيلا باش ندوي عليه، اللي هو الصوت ديال الطوموبيل الكتريك. هو واحد الصوت راه ماشي غير ديال العياقه ولا فيها هي الموتور ديالك على داك الصوت، لا هو واحد الصوت ضروري مجبه وكاله ديال السلامه ديال العالم كله وداكشي، باش الطوموبيل تكون عندها واحد السرعه قليله تكون كتسمع بحال واحد الغاية على رجليه ماشي تغفل كيسمع شي طوموبيل قريبه. والبي ام بدعات فيه بزاف، داروا فيه داكشي ديال المود سبور داكشي، المهم كاين اللي جا داكشي حامض عياقه وصراحه حامض. هنايا الصوت ديال التراموي كنتحكموا فيه ثلاثه الطرق ساهله، عندك مويه نيفو مويه كتولفوا انت وكيولفوا حتى الناس البرانيين، الا صدعك شويه كديروا نيفو فيبل ولا نيفو الفي الا بغيتي تسمع مزيان مثلا كتكون في شي سويقه ولا شي بلاصه فيها الزحام بزاف. ملي كتوصل 30 راه هو كيختفي الصوت، ما بقاش عندنا نهائيا صوت، حنا غادي ب 36 كيلومتر في الساعه 40 كيختفي. اون فوا غادي نرجع اقل من 30 غادي تسمع ثاني الصوت. قبل ما نسالي الفيديو ضروري ندوي شويه على ليفينيسيون الاثمنه ديالهم. بالنسبه ليفينيسيون شنو الفرق الاساسي بيناتهم، بين فينيسيون الخاويه اللي هي الكومفورت او فينيسيون بريميوم لوكس، يعني ديك جوج اللي عامرين فوق منها. بالنسبه لفينيسيون كومفورت نقدروا نقولوها بوحدها، والفينيسيون بريميوم ولوكس جمعهم بوحدهم يعني تقريبا ما بينش فرق كبير. الفرق بيناتهم الاساسي هو في الاستيتيك من برا، كاين الجوانت كيجيو 17 بوز، كاين ديك الكولور بيطون بحال كيف شفنا برا الفوق بحال والتحت في لون مختلف كيجي فيه الفيولي ولا الشي على حسب لي كولور الكتريك ولا لي كولور العاديين. عندك ليفينيسيون عاوتاني اهم حاجه اللي هي الانظمه المساعده للطوموبيل، الطوموبيل الكتريك دونك شبعانه بالانظمه المساعده. ها هما غادي نفهم هنايا، عندك هنايا لي غادار دو ريكول الصوت ديالهم وداكشي شي سبوسيون كيف شفتو الطوموبيل مزيانه. عندنا هنا الريغولاتور اللي كيجي سوا اسي سي ادابتاتيف اصلا ولا بيلوت انتيليجون اللي كيقراك حتى ليه. نجربوه دابا نيت نجربو مثلا هاي الطوموبيل غادي تسوق لراسها دابا الطوالة، ولكن واخا يكونو الدورات الطوموبيل بطبيعة الحال غادي تدور. عندك انظمه اخرى كاملين اللي هما لا بي لا دو فريناج اورجونس، عندك هنا ليكتور دو بانو كيجي فيه ليميت دو فيتيس كيعطيك هنايا عاوتاني الفاغ اوتو، عندك لاليت دو فرونشمون دو لين. المهم انظمه مساعده كامله ديال الطوموبيل كاينه. بالنسبه عاوتاني للنظام الصوتي في بوز كيجي غير في الفينيسيون العامره لوكس، يعني في الفينيسيون الاخرين كيجي نظام صوتي عادي فيه ست سماعات. بالنسبه للامان الطوموبيل بجوج ما كاينش فيهم فرق في الفينيسيون، الطوموبيل لوكس والبريميوم اللي هما بجوج بهم عامرين كيجي فيهم ست ديال ليزيرباك، والكونفورت اللي هي لونتخي دو كام كتجي فيها غير ربعه ديال ليزيرباك. وهكا غتكون حققنا سلاسل اليوم مشاهدينا اللي بقى معنا حتى الاخر، كنشكرك كيف العاده. الا عندك اي تساؤل على هاد الطوموبيل جيلي جيومتري سي ولا اي طوموبيل الكتريك واحده اخرى على لي بون دو ريشارج ولا الكتريك في المغرب ولا اي حاجه عطيتك بالك خليها في لي كومونتير، ولا ادخل عندنا الانستغرام ديريكتومون راه تما كنجاوبوا الناس كاملين، وكيكونوا شي حوايج حصريين بحال دي جيف اواي وشحال من حاجه اخرى. خليكم اليوم امين هذا الكونتاكت شو ديزاين ديالو جيومتري. يا سلام، نتلقاو في حلقة جديدة مع طوموبيل جديدة، ومن هنا تم كنقول لكم تهلاو في راسكم.